section B. إذن العرض الجماعي الأمهار عمار سنتين القسم
الآن أمام لجنة التحكيم في الخطوات الأخيرة لنبدأ عقب ذلك في العرض الفردي. Thank you, handler. Next, please.
إذن نتيجة المهر رقم 186 كاسب السيد النوع 19 ثلاث مرات 19 ونص مرتين، الرأس والعنق 19 مرتين 18 ونص 19 مرتين، الجسم 18 ثلاث مرات 18 ونص 18، القوائم 15 ونص ثلاث مرات 15 15 ونص، الحركة 19 19 ونص 19 19 ونص مرتين. مجموع النقاط لكاسب السيد 90.90 total point for كاسب السيد 90.90. next إذن نتيجة المهر رقم 187 فخر الخشاب النوع 19 18 ونص 19 19 ونص مرتين، الرأس والعنق 19 18 ونص 19 مرتين 19 ونص، الجسم 18 ثلاث مرات 18 ونص مرتين، القوائم 15 من جميع الحكام، الحركة 19 ونص 20 19 ونص مرتين 20. مجموع النقاط لفخر الخشاب 91، برافو، توتال بوينت فور فخر الخشاب 91. Thank you, handler. Next, please.
Thank you, handler. Next, please. One, eight, nine, and good luck. إذن نتيجة المهر رقم 191. إذن نتيجة المهر رقم 191 مالك طرف النوع 19.5-18.19 مرتين 19.5 الرأس والعنق 19.5-18.19 ثلاث مرات الجسم 18-17.5-18 ثلاث مرات القوائم 15.5 مرتين 16-15.5 مرتين الحركة 19.5 مرتين 20-20 19.5 مجموع النقاط لمالك تي آر إف 91.20 المركز الأول المؤقت برافو توتال بوينت فور مالك تي آر إف 91.20 Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة المهر رقم 190 جوهر السيد النوع 19.5-19.5 ثلاث مرات الرأس والعنق 19.5 مرتين 19-19.5 مرتين الجسم 18.5-18 مرتين 18.5-18 القوائم 15.5 من جميع الحكام الحركة 19 مرتين 19.5 ثلاث مرات مجموعة النقاط لجوهر السيد ويا سلام 91.80 المركز الأول المؤقت so total point for جوهر السيد 91.80
Next, please. So 195 and good luck. إذن نتيجة المهر رقم 189 سبارون اس اي النوع 19 4 مرات 18 ونصف الرأس والعنق 19 4 مرات 18 ونصف الجسم 18 17 ونصف 18 مرتين 17 ونصف القوائم 15 ونصف مرتين 16 15 ونصف مرتين الحركة 19 ونصف 19 مرتين 20 18 ونصف مجموع النقاط لإسبارون اس اي 90.40 المركز الخامس المؤقت total point for إسبارون اس اي 90.40 and you can see the result on the screen. Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة المهر رقم 192 ظافر العناية النوع 19 19 ونص 19 ثلاث مرات الرأس والعنق 18 ونص 19 18 ونص 19 مرتين الجسم 17 ونص 18 ثلاث مرات 17 ونص القوائم 15 ونص مرتين 15 15 ونص مرتين الحركة 18 ونص 19 18 ونص 19 18 ونص مجموع النقاط لظافر العناية 89.80 total point for ظافر العناية 89.80 إذن لا يزال جوهر السيد بنتيجة 91.80 متصدرا هذه الفئة حتى الآن. Thank you.
Thank you, handler. Next, please. إذن نتيجة المهر رقم 195 نايف فخر النايفات النوع 18.5-19-19.5-19 مرتين الرأس والعنق 18.5-19-18.5-19 الجسم 17.5 مرتين 18 ثلاث مرات القوائم 15.5 من جميع أربع مرات عفوا 16.5 الحركة 19-19.5-20-20-20 مجموع النقاط لنايف فخر النايفات وأهلا بالمركز الثالث المؤقت 91.10 total point for نايف فخر النايفات 91.10 إذن نتيجة المهر رقم 196 بتار العناية النوع 19-18.5-19.5 مرتين الرأس والعنق 19-18.5 مرتين 19 مرتين الجسم 17.5 ثلاث مرات 18 مرتين القوائم 15.5-16-15-16 مرتين الحركة 19.5-19-19.5 مرتين 20 مجموع النقاط لبتار العناية 90.80 Total point for Battar Linaya 90.80. Thank you, handler. And next, please.
إذن نتيجة المهر رقم 197 OFW Imperial النوع 19 19.5 19 ثلاث مرات الرأس والعنق 19 19.5 19 مرتين 19.5 الجسم 18 أربع مرات 18.5 القوائم 15.5 أربع مرات 16 الحركة 18.5 19 أربع مرات مجموع النقاط لـ OFW Imperial 90.90 total point for OFW Imperial 90.90 Thank you handler, next please. نشكر أعضاء لجنة التحكيم ومسؤول الساحة. So thank you, Ikahu judges. Thank you, Ringmaster. This program is offered by. إذن نظرا لعدم دخول الجواد رقم 199 إذن آخر النتائج سوف تكون للجواد رقم 198 This program is offered by. إذن ختامها مسك مسك لدي شجي رقم 198 نستمع النوع 19.5 من جميع الحكام الرأس والعنق 19.5 أربع مرات 20 الجسم 18.5 17.5 18 ثلاث مرات القوائم 16 ثلاث مرات 15.5 مرتين الحركة 19.5 من جميع الحكام ودي شجي يا سلام 92.40 المركز الأول المؤكد الختامي لهذه الفئة ألف مبروك So total point for دي شجي 92.40 إذن النتائج أتت كالتالي المركز الأول بنتيجة 92.40 دي شجي أستاذ هجاس آل هجلان مربط الهدف ألف مبروك المركز الثاني بنتيجة 91.80 جوهر السيد أستاذ حسام الراشد مربط الحسام للخيل العربية ألف مبروك المركز الثالث بنتيجة 91.20 مالك تي آر إف
الأستاذ إياد مشاط مزرعة الطرف. ألف مبروك. المركز الرابع بنتيجة 91.10 نايف فخر النايفات أستاذ ناصر العمري مربط فخر النايفات. ألف مبروك. المركز الخامس فخر الخشاب 91 شركة مربط زان. ألف مبروك. ويتوج هذه الفئة سعادة الدكتور ماجد سمير باشا نائب مدير التنفيذي لشركة مجموعة الصواري. So first place goes for D شجي, second جوهر السيد, third مالك TRF, fourth نايف فخر النايفات, fifth and last فخر الخشاب. Congratulations. When you call me, is it gonna go? I hear it running through my blood. If you're feeling, then I don't stand a chance. إذن ألف مبروك للجميع, ونرجو من الجميع مغادرة الميدان للبدء بالفئة التالية. So could you please clear the arena so we can start the next class.